النهارده هنكسر الملل ومعانا ريش دوني كده، وهفردها على طبق. عندي ملح وهديها فلفل وبهارات وسنه زيت زيتون. عندي جبنه موتزاريلا فريش، هقطعها كده كبير، سلايس كبيره، وبعدين فينجر يعني حاجه كده زي صوابع البطاطس. عندي كمان عودين كرفس هقطعهم كده نصين عشان يدي معايا تقريبا نفس الطول بتاع قطعه الجبنه. كمان شويه جبنه موتزاريلا، سوري مش موتزاريلا، جبنه بارميجان، وكمان صباع جبنه موتزاريلا فريش، وهقفل. ودلوقتي هنعمل الابراي اللي هو البانيه بتاع الريش. شويه ملح عشان البيض يبقى متحيق، وكمان عشان الزفاره بتاعت البيض، فلفل ابيض، وكمان شويه بهارات صغيره، ممكن تستخدمي الجبنه الرومي. وبعدين الريش. ودلوقتي هنقلي الريش الضاني